هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة هنتكلم على حوار، يعني بصراحة انا مش من الناس اللي انا بتابع المسلسلات والكلام ده، بس لقيت على الفيسبوك في احتداد كده، حوارات ما بين ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني في مسلسل ضرب نار، لما غسلت لجوزها رجليه وحصل حوار كده. فالفكرة يا جماعة، يعني انتوا عملتوا يعني تريندنج قوي على الموضوع ده، اللي هو حوار اغسل رجل جوزي. انا مش شايفة ان الموضوع يعني ان هو يستاهل الكلام الكتير، لان انا حاسة ان هو حاجة عادية، عادي ممكن تغسلي رجلين جوزك وهو يغسل رجليكي، وممكن تغسلي له ظهره والكلام ده كله عادي. بس هي الفكرة كلها، هو فعلا الزوج يستاهل؟ هو فعلا يستاهل؟ هعمل له كل حاجة، انا بطبخ له كل يوم، يعني مفيش فرق ان انا اغسل رجل الراجل من انا اروح السوق واعمل شوبينج واطبخ له كل يوم. يعني هو دي حوار الرجلين عامل ازمة، يعني كأن حاجة رجلينا دي حاجة دونية. الفكرة كلها او ان انا جاي اتكلم النهاردة ان ازاي تختاري الراجل الصح. طبعا يا بنات، يعني كلنا في فترة كده لازم هنرتبط، لو انت مرتبطة فعلا لسه في الخطوبة او متجوزة حلقة النهاردة هتفيدك، لو انت لسه في بداية العشرينات حلقة النهاردة هتفيدك، فانصحك ان انت تكملي لغاية اخر الحلقة. طيب ايه اهم صفة اختارها في الراجل، او ازاي اقول ان الراجل ده فعلا يستاهل ان اغسل له رجله واطبخ له طبخته واعمل له كل حاجة وانضف له البيت وارتب السرير من بعديه واغسل له الهدوم؟ اول حاجة لما بنختار شريك حياتنا، اول صفة واهم صفة ان هو يكون شخص مش كذاب. الكذب دي صفة لا تطاق، بتحطم اي حاجة اي بيت في الحياة. فاول صفة لازم تبحثي عنها عن الشخص ده، مش حتة ان هو كذاب بيكذب، بس اللي هو بيداري بيخبي وراه قصص وحوارات كتيرة، فلازم تستكشفي الموضوع ده. وطبعا من فترة الخطوبة لازم بيكون عندك كده اختبارات، بتعرفي الشخص ده فعلا انسان يعني دغري ولا ملاوع. تاني صفة مهمة جدا لازم ما تكونش في الشخص اللي انت ترتبطي بيه، ان هو ما يكونش شخص بخيل. البخل دي حاجة لا تطاق، يعني طبيعي اي بنت بتخرج من بيت اهلها بتبقى متدلعه في بيت اهلها، عايزه تروح بيت جوزها بقى تتنخنخ وتتدلع اكتر وتجيب اللي نفسها فيه وتعمل الشوبنج اللي بتحبه وتشيل كل حاجه نفسها فيه. فاهم حاجه ان انت تبقي تركزي كويس جدا فتره الخطوبه انك ما تاخديش شخص بخيل. تخيلي كده قاعده في كافيه وانتي نفسك في حاجات تطلبي حاجات، وهو لا بص كل حاجه على البادجت، يعني حتى مش على البادجت، يعني بيستخطر فيكي كل حاجه. يعني مثلا انا ما بقول لجوزي انا نفسي في الحاجه الفلانيه بس انا مش هجيبها دلوقتي، بلاقيه هو راح وجابها لي، لان هو شايفني ان انا استاهل ادلع نفسي واجيب لنفسي. انا من الاشخاص اللي هو يعني كل حاجه بحب، يعني مثلا لما اعمل كذا هكافئ نفسي بكذا، هو يقول لي لا ما تشرطيهاش، يعني جيبي لنفسك اللي انت نفسك فيه، مش كل حاجه يعني تشرطيها، يعني خلي الدنيا كده براح. فدي حاجه حلوه قوي ان انا الاقي جوزي هو اللي بيدلعني، حتى لو انا مثلا ملتزمه بدايت، ملتزمه بلايف ستايل معين، احس ان هو لا هو اللي بيغنغني هو اللي بيدلعني، فطبعا يعني ادلعه واغسل رجله كمان ما فيهاش اي مشكله. تالت صفة في الراجل المفروض ما تكونش فيه ان هو يكون شخص نسوانجي. بصوا يعني انا مش محتاجة اتكلم في البوينت دي طبعا، لان انت لو يعني انت لو بتغيري عليه فترة الخطوبة قد كده اهو، بعد الجواز انت ممكن تقتليه اصلا لو حسيتي بالغيرة، يعني مش عايزين نتكلم في حاجات دموية. اوكي، يعني حتة ان انت ترتبطي بحد بتاع ستات هتعرفيه من الاول من الخطوبه ازاي؟ لي هيقول لك ان انا عرفت فلان وعلان وصاحبت بنات كتير وجيت وسويت وقطعت السمكه ودلها والكلام ده، هو اساسا نسوانجي وكمان بيتفاخر ده، يعني يا بجحتك يا اخي. فطبعا الشخص ده لا، يعني لو هو كان وحس بالندم وحس ان هو غلطان ان هو عمل كده اوكي، لكن ان هو كان نسوانجي وبفخور وبيفتخر، لا بلوك يا بنات من حياتكم. رابع صفه لازم تختاري شخص، يعني مش هقولك مثلا ان هو يكافئك في المستوى العلمي، بس حد بيديكي بوش ان انت تتقدمي وتحسني من نفسك علميا وثقافيا ووظيفيا. لو انت بتشتغلي لازم تكوني يعني ان انت تكوني بتشتغلي وبتاخدي بالك من البيت وبتطبخي وبتنظفي، ولو في اولاد بعد كده الحياه هتبقى صعبه قوي عليكي، بس فانت ممكن تنسي نفسك في الفتره دي. فالحلو قوي ان انت ترتبطي بحد ان هو بيديكي بوش، لا انت بقالك فتره
انت ما اهتمتيش بنفسك او انت محتاجه تدلعي نفسك او محتاجه ان انت تاخدي درجه علميه زياده، فهتلاقي ان هو دايما بيفكرك كده ويساعدك ان انت تكبري من نفسك. خامس نقطة، يعني أنا من الحاجة يعني دايما بقولها، أنا بحب الشخص اللي هو مرتاح ماديا. فيعني في بنات كتير تقولك إيه، أنا نفسي أرتبط بشخص ويكون عنده العربية الفلانية عشان يفسحني ويدلعني. عادي، مش عيب، يعني كلنا اتدلعنا في بيت أهلنا، يعني مش كلنا يعني وجبنا اللي نفسنا فيه وأكلنا كويس وتفسحنا وجبنا الشوكولاتات وجبنا الشنط والجزم وعملنا الشوبينج كل حاجة في بيت أهلنا. بس حلو ان انت تعملي لنفسك أبجريد، ان انت لما تروحي ترتبطي بحد، حلو ان انت لما تفتحي بيتك او يكون عندك بيت، طبعا بيكون عندك عفش جديد، كل حاجة جديدة. فيعني يفضل ان انت تكوني واخدة حد اعلى منك ماديا شوية او حد مستريح ماديا، لان بتحسي شوية ان انت متدلعة تقدري تجيبي لنفسك فيه. يعني ده اوبشن حلو قوي، بس مش تختاري على اساس الفلوس وبس، لان الفلوس بتروح وتيجي. انت ممكن تاخدي حد غني ويحصل مشكلة يتفقر، فلازم تختاري الشخص اللي دماغه يعني بتجيب فلوس، دماغه بتعرف تجيب فلوس. فيعني لازم ترتبطي بحد يعني إيه في وظيفة او وصل لوظيفة او وصل لمكانة اجتهد عشان يوصل لها. تعرفي ان الشخص ده ناجح، فبالنسبة للفلوس سهلة تيجي، بس ان هو يبقى ناجح ده الحاجة الصعبة. يعني ما تفتكرش ان حد غني او مرتاح ان هو ده خلاص يعني عادي. لا، الشطارة ان انت تلاقي حد شاطر في وظيفته وبيجتهد وبيشطر وعنده هدف وعنده، يعني هتلاقيه ان هو طلع السلم الوظيفي بسرعة. وطبعا انا بفضل، ما بفضلش الشغل الحكومة، انا بفضل الشغل الخاص. فيعني لو هو عنده البيزنس الخاص جو اهد. ازاي اختار شريك حياتي صح؟ يعني اول حاجة قبل ما تقيميه، تعالي كده وقيمي نفسك، شوفي نفسك، اقعدي مع نفسك. هل انت شخصية رومانسية؟ هل انت شخصية عقلانية؟ هنصنفها كده. لو انت شخصيه رومانسيه ما تقدريش تاخدي واحد جاف كل حياته شغل وشغل 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 وشغل، هتحسي بالجفاء العاطفي، وتحسي لو انت حتى عايشه بقصر في فيلا معاكي فلوس الدنيا كلها مش هتبقي مبسوطه مع الشخص ده. فانت لو شخصيه رومانسيه لازم تلاقي او ترتبطي بحد يكون عنده حته الرومانسيه دي شغاله كده، مش كل يوم بس من فترة لفترة، عشان ما يحصلش عندك يعني عدم ثقة في النفس وتحس ان انت وقعتي او حصل لك دروب عاطفي قوي. اما لو انت شخصية عقلانية، انصحك بشدة ان انت تختاري الشخص الناجح في شغله. وانا من الشخصيات العقلانية، الرومانسية دي بتطلع من فترة لفترة كده، بنعمل لها باي باي بعد كده. انا شخصية عقلانية جدا، لما بختار بختار بدماغي مش بختار بقلبي. لو انت شخصية رومانسية بتختاري بقلبك قبل عقلك، فانت اقعدي كده مع نفسي، مين اللي بيمشيكي، عقلك ولا قلبك؟ انا من الاشخاص اللي عقلي هو اللي بيمشيني، فطبعا انا محتاجه شخصيه عقلانيه. فلما اخترت زوجي ادي، اخترت انه يكون حد دكتور جنسيه اخرى، لان انا كنت عايزه اتجوز من اجنبي وفعلا حققت الهدف ده. شخص ناجح في حياته، عنده كذا مهارة، مش هو مش دكتور بس، وهو عنده حاجات تانية بيشتغلها خاصة بيه والبزنس الخاص بيه. فأنا من الشخصيات اللي عقلي هو اللي بيختار، بعد كده قلبي، يعني عقلي بقى يدي البرميشن لقلبي وانت جو اهد. طبعا ما يعني مش بقول مثلا انت تختاري حد ناجح وشاطر وانت قرفانه منه وكرهاه، لا، هي نسبه يا بنات. يعني انا لو شخصيه رومانسيه قوي لازم اخد حد عنده الحته الرومانسيه عاليه زياده. لو انت رومانسيه وخدت واحد مجتهد وملتزم بشغله وكل حياته شغله، انت هتتعبي نفسيا جامد جدا. على العكس لو انت شخصيه عقلانيه قوي خدت واحد رومانسي قوي، هتحس ان هو ملزق واوفر وكل ودمه يلطش، مش طايقه منه كلمه حتى حلوه. فلازم تعملي اختيار تقييم لنفسك الاول، وبناء عليه تختاري الشخص. لازم لو انت عقلانيه تختاري شخص ناجح عقلاني، شاطر في البيزنس، شاطر في شغله، بيعرف يشتغل صح وحاطط لنفسه خطه. طبعا كلنا عندنا الورقه اللي كتبنا فيها صفات الشخص اللي احنا حابين نرتبط بيه، طويل وسيم عريض تخين رفيع شعره اسود شعره اصفر عينه ملونه ابيض اخضر whatever. الورقه دي عادي هاتيها وخلي اللي انت كتبتيه كده على جنب، واكتبي الصفات الاساسيه اللي لازم تكون في الشخص ده، زي ما قلنا ان هو ما يكونش بخيل، ما يكونش نسوانجي، وما يكونش كذاب، ويكون شخص بيعرف وبيقدر العلاقه
الزوجيه، لان الحد اللي بيحترم العلاقه الزوجيه قبلها كمان لازم يكون بيحترم المراه، يعني بيقدر المراه. يمكن انا عشان متجوزه حد اجنبي اكتشفت او اتفاجئت ان يعني بالنسبه للراجل الاجنبي الزوجه قبل الام. احنا لا، احنا عندنا في الكالتشر العربيه الام قبل كل حاجه، لا في الثقافه الاجنبيه مادام الشخص ده اتجوز يبقى مراته قبل اي حد في حياته، قبل اخته، قبل امه، قبل ابوه، لان هي تعتبر الخيال بتاعه. لو حصل له اي حاجه بيتصلوا بيها، هي اللي بتيجي. لو حصل له اي حاجه هي اللي بتاخد كل حاجه، او هي اللي بتعتني بكل حاجه، او هي تعتبر روح التانية. لو هو في غيبوبه مثلا انا اللي اقول مش مامته، انا اللي اقول مثلا يعمل عمليه يفضل على الجهاز ما يكملش على الجهاز، انا اللي اقول مش الام. فعشان كده الاجانب لما بياخدوا خطوه الجواز بيتانوا فيها جدا وبيبقوا حريصين جدا. ويمكن اكتر البنات اللي بتعمل لي بتتكلم معايا كل 1 to 1 بيقولوا ان الاجانب مش جادين، مش بيخافوا من الجواز او مش بيقترحوا الجواز على طول، لان الجواز بالنسبه لهم مسؤوليه كبيره، ولان هم بيقدروا وبيحترموا الحياه الزوجيه، بيحسوها كده حاجه مقدسه، ان الزوجه دي كلمه زوجه دي بالنسبه لهم حاجه يعني فوق السما، زي يعني حاجه كبيره. فان هم ياخدوا الخطوه دي ما بتبقاش بالسهل، بيعملوا لها الف حساب. ولما بياخدوها اعرف ان الشخص ده بيحبك جدا وحابب يكمل فعلا حياته كلها معاكي. فاغسل له رجله، اغسل له ظهره، اطبخ له طبخته، انظف له البيت. دي كلها حاجات كده يعني سطحيات يا جماعه. يمكن ياسمين عبد العزيز ورضوى كانوا بينكشوا بعض، ورضوى من الشخصيات الجميله جدا جمهوريه مصر العربيه كلها والوطن العربي كلها متابعاها، لانها دايما بتشجع البنات ان هم يغيروا من نفسهم وان هم يتخطوا اي حاجز او اي الام في حياتهم او اي حاجه حصلت لهم في حياتهم خلتهم يحسوا ان هم واقعين مش قادرين يحققوا نفسهم. بتساعد دايما البنات ان هم يتقدموا. بس انا جايه اقول حاجه، كفايه بقى ان انت تسمعي، كفايه بقى ان انت عماله تسمعي 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 قاعده وتسمعي. قومي اتحركي، غيري من نفسك، غيري من حياتك. كلنا سواء انا او رضوى او سوزي الزهار اتكلمت عنها في حلقه قبل كده، اتعلمت منها ايه؟ سوزي الزهار اتعلمت منها حاجات كتيره جدا، من رضوى الشربيني كلنا اتعلمنا منها حاجات كتيره جدا. كلنا مرينا بفتره في حياتنا وقعنا، سواء يعني حصل عندنا ضرب نفسي عاطفي اهل من الاهل، اي حاجه حصلت لنا ازمت لنا حياتنا لفتره، قمنا بعدها بقينا احنا دلوقتي. سواء رضوى تعرضت لأزمة عاطفية قامت وبقت رضوى الشربيني، سواء سوزي بقت سوزي دلوقتي، انا بقيت انا دلوقتي وحققت كل احلامي ولسه بحقق احلامي. انت بقى انت هتحققي احلامك، يعني ما تحطيش كل احلامك على الراجل. الراجل ده حاجة كده بند من البنود او من الاهداف اللي انت بتحققيها في حياتك، يعني هو مش كل حياتك وهو مش نص حياتك. تمام، يبقى نص حياتك ويبقى نص كل حياتك لما هو فعلا انسان يكون يستاهل. فلازم تختاري الشخص اللي تكملي معاه حياتك صح. ودايما يا بنات خلوا اول سنه سنه ونص يعني بعد الجواز خلوها كده كانها حقل تجارب ما بينك وما بين، يعني لو انتوا كنتوا عايشين قصه حب رومانسيه اعرفي ان اول سنه او اول سنتين من الجواز صعبين جدا، بيحصل مشاكل كتير جدا، بيحصل اختلافات، بيحصل تصادم، بيحصل حاجات كتير. بس لو انت شخصية عقلانية او شخصية حتى لو رومانسية بس بتعرفي تستخدمي عقلك صح وتحكمي مشاعرك صح، انت ما تخليش العاطفة واخداكي وقيداكي. لازم عقلك يتدخل في الحالات الحرجة او المواقف اللي فعلا تتطلب تدخل العقل. لازم تكوني انسانة ركزة وهادية وسياسية وتبقي شاطرة، شغلة على نفسك كتير جدا. اتعلمي ازاي ان انت تكوني زوجة صح، اتعلمي ازاي تكوني رب بيت او ان انت ست بيت شاطرة. لازم تتعلمي ده كله. مش معنى ان انا انظف واغسل واغسل رجل جوزي واغسل وانظف البيت واطبخ ان دي حاجه بتقلل مني، بالعكس ان انا اعرف اعمل ده كله وهو ما بيعرفش يعمل ده كله، ده ادفانتج. انا بعرف اعمل كل حاجه، حتى الشغل بعرف اشتغله. فانا يعني انا واخده كسبه نقاط عنه فوق اكتر بكتير. ميزه الرجل الشرقي الغربي ان هو بيقدر الحاجات دي، بيشوف الحاجات دي. واو، لما اطبخ لجوزي طبخه انا مثلا اتعلمتها، هو قال لي مثلا انا مشتهي النهارده اكله هنديه، فتحت اليوتيوب اتعلمتها رحت طبختها طلعت تحفه،
قال لي واو، يعني هما بالنسبة لهم ممكن الشرقيين الغربيين شوية بينزهلوا من الست البيت الشاطرة، يمكن احنا عندنا في الوطن العربي شوية عادي ان الست المفروض بتعرف تطبخ، لا هما بالنسبة لهم دي حاجة واو، ان انا اعرف اطبخ اكل حلو ان دي حاجة واو، ان هو يصحى يلاقي ريحة البيت حلوة، بحط بيرفيوم، بهتم بنفسي، بنظف البيت، ده بالنسبة لهم حاجة واو. فهم يعني الغربيين لما بيتجهوا للشرقيين عشان ياخدوا الحاجات اللي هي اللي ليها طعم مختلف، يعني استنى البلدي كده يا جماعة بتاعتنا. المهم لازم خلي اول فترة في الجواز او في يعني في الجواز لازم تكون حقل تجارب، انصح دايما ما يكونش فيه اولاد في الفتره دي خالص عشان ما الدنيا ما تأزمش، ان هو وارد قوي ان هو ما يحصلش توافق، وارد قوي ان هو يحصل مشاكل، ما تندلقيش وما تحسيش لو انت لقيتي الشخص اللي هو انت حسيتيه في وقتها ان هو الشخص الصح المناسب، ما ترميش كل ورقك، خليكي حريصه، خليكي واخده بالك قوي من نفسك، عامله حدود بس ما تبينهاش ان هي حدود، بس انت بينك وبين نفسك ان انت عامله حدود، انت محرصه، انت حاطه كل احتياطاتك، واخده كل كده الاحتياطات بتاعتك، لو حصل لازم يكون عندك يعني زي اي مشروع بنقومه في حياتنا لازم يكون عندك بلان A وB، فانت لازم في الجواز يكون عندك بلان A وعندك بلان B وعندك بلان C كمان. بس قبل ما تحطي البلانز دي كلها لازم انت تكوني ست بيت شاطرة، لازم تكوني زوجة ناجحة. ازاي تعرفي تتعاملي مع زوجك في اول سنتين؟ لازم تكوني سياسية، بتعرفي ذكية، بتعرفي تحلي المشاكل، تعرفي امتى تعلي نبرة الصوت، امتى توطي نبرة الصوت، امتى تحتدي، امتى تطنشي، لازم الحاجات دي كلها تتعلمي عشان يعني ما ترميش كله على شخص واحد. يعني احنا مشكلتنا دلوقتي البنات بقت بتستسهل، انا مش قادرة خلاص انا مش عايزة اكمل، وكلنا يعني بيجي فترة نحس بالاحساس ده، بس زي عشان انتي، انا بتكلم عشان خاطرك انتي، عشان انتي ما تحسيش بالوجع والألم والإحباط وكل حاجة وحشة ممكن تحصل لك، لا خليكي مستعدة قبل ما يحصل المشكلة، لازم تكوني مستعدة لها ومحوطة نفسك بيها. اعرفي ان الراجل بيكمل معاكي، يمكن الراجل الغربي شوية بيكمل لو هو فعلا بيحبك، بس الراجل الشرقي بيكمل لما بيحس معاكي بالاستقرار وبالأمان. اي حد من الجهتين سواء رجل او ست دايما بيدور على الاستقرار والامان، فدول بوينت لازم او بوينت لازم تركزي عليهم شويه كتير تمام في الرجل الغربي. اما في الرجل الشرقي انا عماله اعكسها، في الرجل الشرقي بيحب الاستقرار والامان، الرجل الغربي بيهتم قوي بحته الحب، لازم يحس ان انت فعلا بتحبيه وبناء عليه العلاقه بتكمل. وده كان فيديو النهارده يا بنات، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، ولو حابين تتكلموا معايا وتعملوا كول 1 تو 1 انا سايب اللينك على الانستجرام، واتمنى ان انتوا تعملوا لي فولو على الانستجرام وتتابعوا يومياتي، ولو حابين تسالوني اي حاجه او تقترحوا حلقات المره الجايه او الحلقات الجايه اكتبوا لي في الكومنتات تحت انا بجمعها، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.